يا صباح الخير عن جديد لكل الأشخاص يلي انضموا لنا هلأ. من بداية شهر أكتوبر تشرين الأول لنهايته يعتبر هالشهر للتوعية بسرطان الثدي والكشف المبكر عنه. الهدف منه هو بناء وقاية أولية متينة قادرة على نشر مفهوم الصحة الجسدية بالإضافة للتشخيص المبكر حول أي أعراض أو أي آثار جانبية بتظهر على الأشخاص وممكن أنه تكون عم بتهدد حياتهم. عن جد هبة، خصوصاً أنه محاولة التوعية هي خطوة إيجابية بمجال الصحة، وبفقرتنا الطبية لليوم رح نحكي عن أهمية موضوع التوعية وتنمية الثقافة الفكرية بهذا المجال مع ضيفتنا الاختصاصية بمجال الصحة العامة ومسؤولة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة الدكتورة آلاء عرق سوسية اللي انضمت لنا. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتورة. بداية إذا بدنا نحكي عن سرطان الثدي، وإذا بدنا نحكي بشكل هيك علمي شوي، نسب انتشار سرطان الثدي مؤخرا قد ايه؟ هلا لك أول شيء طبعا موضوع الثدي، خلينا نقول من البداية موضوع الثدي موضوع جدا مهم. الثدي هو عضو بيعطي شكل الأنثى وشكل الجمال عند الأنثى، بالتالي كمان له وظيفة كتير كبيرة بموضوع تغذية الولدان والرضع بالسنتين الأولى من العمر عن طريق الرضاعة الوالدية. إضافة إلى هيك إنه هو بتأثر بتغيرات الهرمونية عليه خلال الحمل والولادة، فبالتالي ممكن يساعد كتير بموضوع انتمار الرحم وتوقف النزف بعد الولادة. تمام. مشان هيك هذا العضو جدا مهم. بالمقابل الأورام اللي بتصيبه اللي هو سرطان الثدي، عالميا حاليا سرطان الثدي هو أكثر السرطانات انتشاراً في العالم. يعني كان على مدى سنوات عديدة ماضية كان سرطان الرئة هو أكثر السرطانات انتشاراً بالعالم، لكن حالياً وحسب إحصائية منظمة الصحة العالمية التي تم نشرها في آذار 2022 السنة الماضية، سرطان الثدي هو أكثر السرطانات انتشاراً في العالم. فبالتالي بالعالم وحتى محلياً في سوريا نسبة انتشاره هو من أكثر السرطانات انتشاراً طبعاً عند النساء بشكل خاص. أيوة. فهذا الموضوع جداً جداً مهم والمفروض أنه نلقي عليه الأضواء بشكل كتير كبير. دكتورة قلتي عند النساء بشكل خاص، هل هذا يعني أنه الرجال نسبة إصابتهم بهذا السرطان خفيفة؟ هل. ولا كمان هن عرضة للإصابة والنساء أكثر عرضة من الرجال؟ هلا بسبب التغيرات الهرمونيه اللي عند النساء بسن الانجاب صراحه النساء هن اكثر عرضه لاصابه بسرطان الثدي. فاحصائيا عندي من بين كل 100 سيده ممكن تكون مصابه بسرطان الثدي بتواجد مقابله اصابه واحده لرجل ممكن يكون مصاب بسرطان الثدي. كل 100 كل 100 اصابه بسرطان الثدي عند النساء بقابله اصابه واحده عند الرجل بسرطان الثدي. فبالتالي انتشار عند النساء اكثر بكثير من عند الرجال. عند الرجال يعني بالنهايه لازم يكون في وعي سواء عند السيدات او عند الرجال. نعم. بهذا الموضوع بالتحديد. ولكن اليوم اذا بدنا نحكي عن اليه الخدمات يلي ممكن تتقدم لها هي السيدات يلي ممكن يكونوا معرضين اكثر للاصابه بسرطان الثدي، شو هي الخدمات؟ هلا كخدمات لكشف المبكر عن سرطان الثدي اللي بتقدمها وزاره الصحه صراحه هي بتقدمها من خلال برنامج الصحه الانجابيه بعيادات الصحة الإنجابية اللي هي متواجدة بالمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة. المراكز الصحية هي متوفرة بكل أنحاء الأراضي الجمهورية العربية السورية، تقريباً عندي بما يقارب 980 مركز صحي بيقدم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي. تمام. لما بدي أقول أنا عفواً خدمات كشف مبكر هي مو فقط فحص ثدي، هي توعية وتثقيف حول هذا الموضوع، حول موضوع سرطان الثدي، عن أهمية الكشف المبكر منه، تعرف على عوامل خطورة، تقديم خدمات التقصي اللي هي عبارة عن تعليم السيدات الفحص الذاتي للثديين، تقديم الفحص الثدي السريري، وتحويل السيدات لإجراء الماموغرافي أو الإيكو حسب الوضع. فهي خدمات متوجدة ومتوفرة بمراكزنا الصحية بكافة أنحاء الجمهورية العربية السورية. نعم، يعني كثير مهم دكتوره يمكن هاي الحملات اللي عم بتصير لانها بتفيد فئه كثير كبيره من المجتمع وبالاخص النساء مثل ما حكيتي. بس خلينا نقول حمله الكشف المبكر، كلمه المبكر لحتى ينكشف السرطان باول طريقه وما يكون وصل لمراحل انه ستيج 4 او 5 ويؤدي مثلا لا سمح الله لمضاعفات سيئه او للوفاه. فقديش مهم اليوم المراه تكشف بشكل مبكر عن هذا السرطان؟ هل في اعراض اوليه بتظهر عليها لازم فورا تتجه للطبيب، تروح على هي الحملات على المراكز اللي ذكرتيهم وتفحص حالها وتتاكد من سلامتها؟
هلا بدي اقول لك شغله، اول شيء موضوع الكشف المبكر كثير مهم. ليش الكشف المبكر مهم؟ لاني انا كل ما كشفت بشكل ابكر بالمراحل الاولى من تشكل الورم، يعني بمرحله وجود التكلسات الشعاعيه اللي بتظهر على الصوره، لسه ما ظهرت عندي لا اعراض ولا علامات، واذا قدمت العلاج بهالوقت بشكل مناسب فبيكون العلاج افضل والانذار احسن ونسبه الشفاء ممكن ترتفع ل 99% ببعض المصادر العلميه. فهذا الموضوع جدا مهم. مشان هيك نحن بحملات التوعية عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي كثير مهم نوعي السيدة انه هي الحملة لكل سيدات المجتمع، مو هي بالذات للسيدات اللي عم تشعر بكتلة، هي صراحة لكل فئات افراد المجتمع، وللنساء من عمر 20 سنة فما فوق، سواء كانت بتشكي من اي علامة او اي عرض او ما بتشكي من اي علامة، فهي الحملة موجهة لكل سيدات المجتمع لحتى يصير عندهم توعية وتثقيف حول هذا الموضوع، قديش مهم السيدة لحتى توعى لذاتها، حتى توعى لصحة الثديين تبعها تماما، لأنه صراحة السيدة هي الشخص الأول والأخير اللي بتعرف طبيعة وملمس الثديين تبعها. فإذا توعت على هذا الموضوع وعرفت تعمل فحص ذاتي بشكل مستمر، وهذا الشيء صراحة نحن عم نعلم فيه السيدات بمراكزنا الصحية، بالإضافة لأنه تطلب شيء اسمه فحص سريري، يعني ما بيكفي فقط هي تفحص حالها وإنما تروح على مركز صحي أو حتى عيادة خاصة ما في مشكلة، بس تطلب هذا الفحص إنه يتم إلى فحص سريري. فهون بالفعل إنه بتقدر السيدة تاخذ معلومة واضحة عن هذا الموضوع وهي توعى لصحتها وحالتها الصحية، وبالتالي مقدم الخدمة إذا اكتشف في عندها أي مشكلة أو هي اكتشفت في عندها أي مشكلة ممكن إنه نتابع معها للسيدة فيما بعد. لكن لما بقول أنا كشف مبكر صراحة هو عبارة مو فقط فحص سريري، هو تحويل لإجراء الماموغرافي. الماموغرافي هو تصوير الثدي الشعاعي اللي هو عبارة عن أشعة سينية، يفضل إجراءه بعمر 40 سنة فما فوق. وهو بالفعل هو مسح لكل السيدات لأعمارهم من 40 فما فوق ينصح بإجراء تصوير بالماموغرافي. ليش؟ لأنه هو قادر على أنه يكشف لنا الورم بمراحله الأولى البدئية اللي هي عبارة عن تكلسات شعاعية على صورة الثدي. هي بحال شكت بال هي قبل ما تشك نهائيا، لأنه ممكن يبيلنا. هي بيبقى من عمر الأربعين نحن نتوجه ممكن نعمله من عمر الأربعين فما فوق، ممكن يبيلنا تكلسات الشاذة الموجودة بصورة الثدي قبل ظهور الأعراض بسنتين، فبالتالي أنا بقدر أنه أتدخل مباشرة بشكل سريع وأقدم العلاج المناسب. تمام. الكشف المبكر عن سرطان الثدي أكيد هلأ بملخص لكلام حضرتك دكتورة، نحن ما لازم يعني نطنش الفكرة أو ما لازم يكون عنا لازم دايما نتوجه للمراكز، لازم دايما يكون في عنا العناية الشخصية للكشف المبكر في حال لا سمح الله كان موجود. طيب حكينا عن الماموغراف للسيدات بعمر الأربعين فما فوق. طيب في صبايا يمكن بأعمار صغيرة ممكن بسبب عوامل وراثية أو عوامل أخرى ممكن ينصابوا، إذا بدنا نوجههم للطريقة المثلى إمتى لازم يروحوا على الدكتور؟ إمتى لازم يتوجهوا ليعملوا هاي الصورة؟ وين أماكن وجود هالجهاز؟ تمام. هلأ بالنسبة للأعمار الصغيرة دائما نحن بنحول النساء اللي تحت الأربعين لإجراء تصويب الأمواج فوق الصوتية اللي هو الإيكو، فهو بهالأعمار هي بيكون آمن وسليم تماما وبيكشف الآفة إذا كانت متواجدة. فدائما نحن هالسيدات هدول يعني الطريقة الأولى للتقصي هو عبارة عن توعيتهم عن أهمية هذا الموضوع، تعليمهم الفحص الثدي الذاتي وإجراء الفحص السريري، وتحويل السيدات اللي أعمارهم فوق الأربعين لإجراء الماموغرافي، وتحت الأربعين إذا كان في عندهم شك بشيء عالي الخطورة ممكن إنه يجروا تصويب الأمواج فوق الصوتية اللي هو الإيكو. سريع، وين موجود هذا الجهاز؟ هلا بالنسبة للماموغرافي عندي حاليا بالمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة 33 جهاز بالمحافظات، مختلف المحافظات السورية عادة محافظتي إدلب والرقة، لأنه صراحة لسه كان في عندهم ظروف أمنية وما كان في عندهم تقديم للخدمات الصحية. لكن على مستوى ال 12 محافظة المتبقية في عندي 33 جهاز متوفرين كأجهزة ماموغرافي. يعني إمتى ما حست الصبية أو السيدة بحال خطورة هي موجود هدول الأجهزة متوفرين بكل وقت بكل زمن؟ أكيد. فرضا بدمشق إذا بدنا نقول نحن موجودين هلأ بالشام، في عندي مركز زهير حبي بالجبة، مركز أبي زر الغفاري بالمزة، بالهيئة العامة لمشفى الزهراوي بالأصاع، بمشفى ابن النفيس بركن الدين، هدول أربع مرافق صحية متواجد فيهم الماموغرافي. بس يفضل دايما السيدة قبل ما تتجه لاتخاذ
لاجراء يعني صوره الماموغرافي انه تروحها لاقرب مركز صحي قريب من منطقتها لاجراء الفحص السريري ومتابعه حالتها، وممكن تتحول فيما بعد لاجراء الماموغرافي. لانه صراحه نحن كتعميم من وزاره الصحه حاولنا بالحمله انه نحول فقط السيدات عاليات الخطوره حتى نخفف موضوع الازدحام والضغط على المرافق الصحيه والمشافي اللي بتحوي اجهزه ماموغرافي. وممكن فيما بعد شهر تشرين الاول اللي هو الشهر الوردي انه تتابع السيده تقييمها ومتابعتها للخدمه. تمام، يعني بدنا نتمنى الصحه والسلامه لكل السيدات وين ما كانوا موجودين، ودائما بنحب ناكد على اهميه الفحص المبكر لسرطان الثدي للكشف المبكر عنه، ونتمنى يا رب الصحه والسلامه للكل. شكرا كثير لك دكتوره، ويسعد صباحك. اهلا وسهلا، شكرا للجميع، وان شاء الله هيك السلامه للجميع.